مفاجأة، مفاجأة كبيرة حقيقة. مفاجأة نعم، لا أحد ينكر عنصر المفاجأة في هذه الانتخابات. المفاجأة بما يحكى عن 73 أو 74 مقعد للتيار، لو مال المقعدين مال الحكمة، لو تقريبا 39 38 مقعد التقدم، لو 32 مقعد تقريبا للبارتي. وين المفاجأة؟ أنا المفاجأة الوحيدة التي لدي، أولا أنا كنت متوقع 55 65 للتيار الصدري، يمكن كنت دائما أقوله في في الجروبات. الزيادة بحدود 10 مقاعد لم تكن مفاجأة، بالتأكيد واضح أن التيار الصدري هذه المرة دخل بثقل كبير، فما عندي مفاجأة في هذا الموضوع. لكن التحالف قوى الدولة عمار الحكيم والعبادي مقعدين في مقعدين، هذه مفاجأة. الفتح بالتركيز الانتخابي على توزيع المرشحين على الدوائر والآليات ويحصلون على 14 مقعد مفاجأة. فتح قد خسر يعني من 48 مقعد بديتش الدورة إلى 14، إلى 14 يعني خسران 34 مقعد، خسارة كبيرة جدا. أما السيد الحلبوسي بصراحة أنا كنت متوقع أن يصل هامش الثلاثين، ما عندي بها مفاجأة. الثابت في الديمقراطي الكردستاني ليس مفاجأة. خسارة الوطني الكردستاني ليست مفاجأة. المفاجأة المفاجأة بالنسبة لي حدثت هامش عزم 15-20-25 ليست مفاجأة ضمن حساباتنا. المفاجأة هي خسارة قوة الدولة، خسارة الفتح، وصعود الصوت التشريني والصوت المستقل. هذه مفاجأة. تشرين لحد الآن تقريبا قربت من الفتح، تشرين لحد الآن 9 امتداد، عندنا 1 بواسط 10، أكو 2 يعني تقريبا يوصلون إلى 15 مقعد، قد يتجاوزون التشرينيين، قد يتجاوزون الفتح. شوف هاي المفارقة أستاذ أحمد. أنا ركزت جدا على التنظير والتبشير والدعوة للانتخابات بدل التظاهرات والاحتجاج وقد ما تقود إلى توتر. ثق تشرين لو بجهد بسيط جدا من التنظيم، يعني أنا ما أعرف سعلان ركاب الرجال إيش عنده بطرق روحه جاب هذا الرقم.